هناك كتلة حارة تؤثر هذا الأسبوع على المملكة، وبالتالي طقس جاف وشديد الحرارة. أيضا هناك نشاط في سرعة الرياح التي تثير الغبار ولكن في مناطق محدودة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم أخرى. على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن هناك نشاط في الرياح في أماكن محدودة في المناطق الغربية والوسطى وبعض الجنوبية، أيضا أحيانا تمتد إلى الشمالية الشرق الغربية والشمالية الشرقية. هذه رياح تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة في هذه المناطق لكن بشكل محدود. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى حارة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 33 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة، الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 43 درجة مئوية، والصغرى المتوقعة 35 درجة مئوية. يوم الاثنين العظمى المتوقعة 44 والصغرى 35. الثلاثاء أيضا أجواء حارة والعظمى المتوقعة في الرياض 45 والصغرى 33 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة، في إسكاكا 43-30، تبوك 41-28، عرعر 42-29 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة 43-33، جدة 37-30، مكة المكرمة 41-30، الطائف 33-25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء تقريبا حارة نسبيا إلى غائمة جزئيا، الباحة 28-21، أبها العظمى 31 والصغرى 20، جازان 37 العظمى والصغرى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة، الدمام 43-32، حفر الباطن شديدة الحرارة الأجواء 46-32، أيضا الإحساء أجواء شديدة الحرارة العظمى 46 والصغرى 33 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، العظمى 40 في حائل والصغرى 28، في بريدة العظمى 42 والصغرى 31، الرياض العظمى 43 والصغرى 35 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله.